بقى المكونات الاصليه اللي فيها كالوريز ما شاء الله، مش عايزه اخضكم، الدكتور هياخضكم دلوقتي. واللايت، بصي بقى احنا شلنا شلت كله، شلنا حاجات كتير قوي، لان طبعا هي بتتعمل اصلا بالدقيق، يعني هي بتتعفر في الدقيق وبتتحط في زيت القلي. زيت القلي ده لوحده كان كارثه. لكن الفكره كلها احنا اللي شلناه، بس هو الدقيق اللي هي هتتعفر بيه واللي بيدي سماكه للصوص شويه. عوضنا عنه ببصل كتير وشلنا القلي خالص. هنديها تشويحه كده بمعلقه زيت في الطاسه. ده الحاجتين اللي فرقوا معانا قوي في الكالوري الزياده. دكتور اصدمنا. دي حكايه زيت القلي، انا باكل كتير قوي، بحب الكفته دي قوي، دي جميله جدا. بقى ويلا ويلا وحط ولازم تاكل. الواحد كان بياكلها، كانت والدتي كانت بتعملها، كنت باكلها وهي بتتقلي قبل ما تتحط على اي حاجه. اصدمنا بقى، اسمعوا يا جماعه الكالوري. زيت القلي لوحده زي ما قالت الاستاذه، لوحده 1500 سعر حراري لوحده. احنا لو عملناها بالطريقه العاديه اللي احنا متعودين عليها دايما وبالصلصه بكل الكلام ده، هيبقى اجمالي السعرات الحراريه 4201 سعر حراري. 4000 نص كيلو، في النص كيلو، يعني لو اتقسمت على اربع تنفار كل نفر تقريبا هياخد 1050 سعر حراري في الطبق العادي. ده لسه لا اكلنا رز ولا حاجه، ولا حطينا الملوخيه ولا الخضار ولا اي حاجه. هي كده الوحيده كانت بالصلصه. احنا واحنا قاعدين بنتخن